مرحبا أصدقائي، سنتحدث اليوم عن موضوع مهم للغاية، ألا وهو التوقيت الشتوي في مصر عام 2000 باربع مارسيلين. هل تعلمون أن التوقيت الشتوي، رغم كونه تغييرا بسيطا في عقارب الساعة، إلا أنه يؤثر بشكل ملحوظ على حياتنا اليومية؟ خلال التوقيت الشتوي، نقوم بتأخير الساعة ساعة واحدة، مما يساعدنا على توفير الطاقة والاستمتاع بضوء النهار لفترة أطول في الصباح. حسناً، متى سيبدأ التوقيت الشتوي في مصر؟ أعلنت الحكومة أن موعده الرسمي هو 30 أكتوبر 2024. أجل، هذا هو اليوم المنتظر. لتعديل ساعتك بكل سهولة، كل ما عليك فعله هو تأخيرها ساعة واحدة عند منتصف الليل. بمعنى، إذا كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل، أعدها إلى 11 هادش. خطوة بسيطة لكنها ضرورية لضبط مواعيدك وعدم حدوث أي التباس. وفوائد التوقيت الشتوي لا تقتصر على توفير الطاقة فحسب، بل تساهم أيضا في تقليل حوادث الطرق نظرا لبداية النهار مبكرا، مما يسمح للناس بالاستفادة من الضوء الطبيعي بشكل أكبر. لذا لا تنسوا الليلة، تأخروا ساعتكم ساعة واحدة واستمتعوا بأوقاتكم في ظل التوقيت الشتوي الجديد. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات، فلا تترددوا في كتابتها أسفل الفيديو. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتتلقوا كل جديد. شكراً لمتابعتكم، وأراكم في الفيديو القادم.